برضه. الفنان لما بيجي يعمل دور او بيمثل حاجه نوع بيعيش الدور، في ناس ما بتنفصلش عن الدور ده، لان في ناس مثلا ما بتعمل دور تمام. اي دور ممكن يقول لك ده انا فضلت عايش في الشخصيه مش قادر اخرج منها. هل انت كشاعر بتعيش الحاله دي حتى لو مش حالتك؟ الممثل حاجه والشاعر حاجه. انا وانا بكتب القصيده وانا بكتبها عايشها، عايشها بكل جوارحي، وحاطط نفسي مكان اللي انا بكتب عنه، بياكل ايه وبيشرب ايه وبيعيش ازاي واحساسه ازاي ومراحل تغيير احساسه ازاي، من الفرح للحزن ومن الحزن للفرح، من الوجع للالم للكسر، كل ده انا عايشه، انا متعايشه بس جوه قصيدتي. بمجرد ان انا اخلص القصيده كتبتها فبركنها شويه، ولا طلبتها مني ان انا اقولها دلوقتي، فبفتكر الشخص اللي انا كتبت عنه القصيده قصته تمام، فبعيش الحاله اللي هو عايشها وانا بقولها معاه تمام. لكن بقى فكره ان انا، ما هو المسلسل او الممثل اللي بيمثل الفيلم او المسلسل، المسلسل مثلا ممكن ياخد 6 7 شهور، لكن القصيده بتاخد 3 دقائق، فهنا هنا الفرق، فاهمه ازاي؟ لكن وانت بتكتب القصيده بتعيش حاله صاحبها، سواء انت سواء ولاء سواء نهى سواء ابراهيم سواء خليل سواء فلان، هي دي طبيعي. يعني انت القصيده تاخد منك 3 دقائق، في قصيده ممكن تقعد اكتر من كده تكتبها او تكتبها على مراحل؟ ممكن تتكتب، لا مش بتلقى في 3 دقائق، يعني انا وانا بقولها في 3 دقائق 4 دقائق بالكثير، ان اكتر من كده بتطول وبتمل، بس وكمان الخلاصه في انها ما تطولش. لكن ممكن تتكتب في 6 شهور، ممكن تتكتب في 3 شهور. يعني انت ممكن تبدا قصيده وترجع تكملها انا عندي على مراحل. انا عندي في البيت قصايد كتير قوي مفتوحه ما اتقبلتش، كل لما خيالي يشد يجيبني شويه اروح اكتب في الحته دي شويه، في الحته دي شويه، في الحته دي شويه، وبقفل القصايد كلهم واركنهم على جنب بعض، بس ما بتخلصش يعني. ما هو خليني برضو اخد منك بقى حاجه الحته دي، ايه اللي بيفرق الاغنيه اللي هي بتتكلم عن الفراق او عن يعني عن الشعر بتاع الفراق، يعني اغنيه بتتكلم عن الفراق وشعر بيتكلم عن الفراق، ايه الفرق؟ الفرق اكاديميا ولا انسانيا؟ الاثنين. اكاديميا الاغنيه بيتدخل فيها ملحن شايف الكلمات بشكل معين، وبيتدخل فيها الشاعر اللي شايف اللحن يا رب يبقى كده عشان الاغنيه تنجح، وبتدخل بعد كده الموزع والمطرب اللي بيجسد كل دوت ويطلع ده كله للنور تمام. فده بالنسبه الاكاديميا، لكن انسانيا مفيش مطرب هيغني اغنيه هو مش حاسسها او مش عاوزها تبقى موجوده. فالشاعر نفس الكلام، الشاعر هو رب العمل كله، هو اللي بيكتب، هو اللي بيلقي، هو اللي بيقول، هو اللي بياخد احساسك انت اللي بيطلع لكن الاغنيه بيتدخل فيها اكتر من طرف. توزيع الاغنيه هو اللي بيختلف، تقصد تقول كده؟ توزيع الاغنيه ولحن الاغنيه وكتابه الاغنيه. طب هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ في قصيده شبابيك هي بتتكلم عن الفراق بس بشكل مختلف بقى، ماديا شويه يعني داخل فيها. احمد بيدينا كل دايما الجديد، تحس ان هو دايما كده عنده نقطه جديده. سمعنا يا احمد. شبابيك ديت هي بتتكلم عن البطاله والعنوسه تمام. احيانا البطاله بتجعل بتبقى سبب من اسباب الفراق، البطاله ان في حد مش قادر يفتح البيت، مش قادر يوصل اللي هو بيحبه، غصب عنه بيسيب حبيبه. فطبيعي شبابيك كان أول راجل في حياتها وكانت حنيته بزيادة، ودي بنوتة فزي العادة مدلوقة ومرمية عليه، تسمع حسه جاي هناك تتشعبط كده في الشباك لأجل ما تلمح ضي عينيه، تنزل بالروب العصرية يشخط فيها يعلى صوتها في وسط أصحابها يبرق ليها، كانت تعشق غيرته عليها. الأيام عدت على سهوة سرقت عمر حبيبها القهوة، وإن مفيش شغل يعيشهم طار الحلم، وفضلت واقفة في الشباك وهو بيبص لها بحسرة يا على الكسرة، مر الصعب وصعب المر ويا قصيدة وملهاش عنوان، عمر بيجري شغل مفيش، كان يتسحب كان يطلع بيتهم بشويش يحضن قطه، حتى الأهل غريب وسطيهم أخ يعايره لما بتخلص منه سجايره، أخت بتطلب منه حاجات، أم يا عيني عينيها بتورم بكا وعياط، بينه وبينهم مليون سد، ولما اليأس يتملك منه مش عاوز يصعب على حد. التباشيرة الشباك لو جه في الذكرى بيجي ببشرة، بيجي بنسمة هوا على البيت، على أهل البيت، على البنت اللي اتربت فيه، أكلت شربت كبرت لعبت في الشباك،
الاختلاف مش كوبا جوشيش ولا قاعدة خشب أديها تميل ترتاح وتكن. الاختلاف عن بنت بتتعذب وتئن لما تشوف جوازات صاحبتها وبتجري تفرح لجارتها نفسها راضية وبنت مريحة ثابتة المبدأ حتى الشكل ومش راضية تغير تسريحة رافضة تآمن إن العمر هو مر خلاص وإن تخلف مجتمعاتنا فلما بيذكر كلمة عانس تسمع نبرة عار وفضيحة الطباشيرة وقت زمان يشرح له بيها الأستاذ يكبر حبة يرسم سيجة مع الصبور يكبر حبة يحسب بيهم عشرة دومينو على المشاريب وبرضه بيكتب بالطباشيرة في ظهر الباب إياك تتعلق بحبي شافت كل ولاد صاحبتها كبروا وشابوا طلعت في وشوشهم شنبات وجي الوقت عليهم ويحبوا ودي بنوتة لسه بتضفر خصولات شايفة البنوتة في ملامحها من غير ما تراجع وإنها مزة جميلة حكاية ورافضة تبص في أي مراية ورافضة مواجع غلطت مع عيل وسيم يشبه حبيبها ويشبه الماضي الأليم كانت حياتها بذكرياتها بعمرها عادة سرية لعيل وقتها غلطت في اسمه في حضنها كانت بتتلذذ رقبته زبيب عنب وتنده على الغايب عشان هو اللي أولى بجسمها يا على الوجع لما الحب في قلب البنت بيتحول إلى نار متقادة عارفين ليه؟ أصله كان أول راجل في حياتها وكانت حنيته بزيادة شبابيك حلو أنت يعني خدت فعلا فعلا يعني حلم كتير أو حلم أسر أو حلم بيت جميل بيتهد بسبب الظروف الاجتماعية المادية. أو بسبب نظرة مجتمع أو بسبب الأهل رافضين أو أنك مش مناسبة أو أنه مش هينفعك أو الكلام اللي احنا بنسمعه فده فعلا بيوقف حاجات كتير قوي كتير دي حقيقة دي حقيقة أنا مش عايز أقول نسبة بس كتير جدا كان في حد كان نفسه يوصل لحد ومعرفش عشان خاطر الفلوس ومعرفش عشان خاطر الماديات والاتنين ما تلاقوش عشان خاطر إن احنا بنصعبها قوي كمجتمع احنا هنا كمجتمع بنصعبها جدا احنا مشكلتنا إن احنا بنصعبها جدا يعني يعني انت ما تبصش لان بنتك تبقى مبسوطه مع الشخص اللي هي اختارته واللي هو اختارها لكن بتبص انها تبقى مبسوطه بالثلاجه ال 12 قدم وتبص انها تبقى مبسوطه بالبوتاجاز اللي هو شعلاته زياده شويه وتبص طب انها انت مع مبدا خد اللي يحبك ولا خد اللي تحبيه السؤال ده ولا انا ما رضيتش جاوب يا احمد يا جماعه انا راجل متجوز جاوب يا احمد بصوا أقول لكم على حاجة قولا واحدا خد اللي تحبك برافو عليك قولا واحدا خد اللي بتحبه برافو عليك والله خد اللي بتحبك ده انت هي اللي ده هيخليك تحبه طبعا طبعا الحب أفعال قبل أي شيء الحب أفعال الحب إن أنا أشوف اهتمام الشخص بيا كل يوم في عينيه في أفعاله في كلامه في كلامه في ظهري في وجودي في هيخليني غصب عني هنشد للي بيهتم بيا فلو هو بيحبك كسر حواجز كتير قوي انت كنت بتتمناها في حد وما لقيتهوش فهو هيقول لك طب انت ما لقيتش بمعنى ادق يعني انت ما لقيتش اللي نفسك فيه مع الشخص اللي انت بتحبه طب تعالى معايا وهتلاقي اللي نفسك فيه هتلاقيني بهتم بيك وهتلاقيني بخلي بالي منك وهتلاقيني بقدرك وبحترمك في غيابك وفي وجودك وهتلاقي 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 مفيش حد في الدنيا هيلاقي كل ده وهيبقى جاحد للدرجه ان هو ما يهتمش باللي بيحبه لا في لا ما في ناس ما بتقدرش والله في ناس ما بتقدرش بس في نفس الوقت يا نهى في ناس بتعرف تقدر ده يعني بس هي بتبقى نسبه وتناسب يعني في ناس حسب احتياجها للحاجه هل انا قدرت ده ولا لا وفي ناس تقول لك لا يعني في ناس تحب الاكي الممنوع مرغوب فكل ما كان متدلل عليها بقى احنا عاوزين نقول مره واثنين وثلاثه احنا مجتمع عربي شرقي كبير مصر بس 100 مليون فكلمه فيه وما فيش طبعا انا بكلمك بشكل جنرال تمام بال 90% بال 85% تمام مفيش حد هيلاقي الاهتمام المبالغ فيه والناس اللي بتقدر والناس اللي بتحترم وانت وهتبقى انت صلب بس بالك هو ممكن يكون الغلط فيا انا وانا مش واخده بالي على فكره يعني مش شرط يعني مش شرط عشان انا اللي بضحي يبقى انا اللي صح اللي صح مش شرط
ممكن يكون هو حبيبني او الطرف اللي قدامي، انا بتكلم عن الولد او البنت، الطرف اللي قدامي يكون بيحبني بطريقه انا اصلا مش شايفاها، فده اصلا بيبوظ الموازين. قواعد الحب ما بتتجزأش. أيوة. وما بتتغيرش. اللي بيحب مش اقصد يا احمد، اقصد ان هو انا ممكن اكون بحب الطرف اللي قدامي بطريقتي واللي قدامي بيحبني بطريقته، بس تفكير مش واحد، مش واصل، مش عارفين نوصل الطريقه دي، مش عايزه توصل لده والطريقه دي مش عايزه توصل لده. طب ما ده يبقى كده في نقطه ناقصه، التفاهم. عارف ليه هقول لك الحاجه؟ مش حكايه التفاهم بقى، انت ممكن تكون بتقدم للطرف اللي قدامك حاجات مش هي دي احتياجاته. بالزبط. انت ممكن تكون بتجيب لي اغلى فستان. بالزبط. اغلى خاتم ذهب، انا مش عايزه، بس انا اللي يراضيني شوكولاته. بالزبط. او اللي يراضيني ورده، انت مش عارفش اهتماماتي، فعشان كده انت مش عارف توصل. عشان كده بقول لك انت بالعكس، ما انا لو ما اعرفش اهتماماتك يبقى نرجع بقى للاجابه اللي هي كانت اول سؤال، اللي هو لازم يبقى في فتره تعايش، انا اعرف عنك كل حاجه وانت تعرفي عني كل حاجه، وعلى اساسها نقرر هنكمل مع بعض او ما نكملش مع بعض، ودلوقتي نقرر علشان بعد كده ما نظلمش بعض، يكون في طفل او انت فاهمه ازاي. فانا اعرف عنها كل حاجه، اعرف عنها بتحب ايه وبتكره ايه، اعرف عنها ايه اللي بيضايقها جدا 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 ما اعملهوش، طالما انا بحبها. أيوة. وعاوز العلاقه تكمل وتفضل. تمام. غير كده ما نخشش علاقه اصلا. ايه يا نهى، معانا وقت نسمع حاجه من احمد تاني ولا ايه؟ ننهي بيها ولا نختم بيها؟ معانا 4 دقايق بالظبط. ياه، دول كتير قوي. 4 دقايق بالظبط. كسرتك وانت حمياني، قبلتيني بعيوب متشافه فطحاني، وكان الرد شيء مؤلم وشيء قاسي، بدل ما اشيلها فوق راسي نسيتها وهي فاكراني. رجعيني لو سمحت يا دنيا ليها، ولا اقول لك اوصلي لها وفكريها باللي كان ملهوف عليها، عاللي دافع عنها ياما واحتواها، واللي قدس يوم هواها، واللي عاش ايام معاها، كل لحظه بيفتكرها ومش ناسيها. دقيقه مش 4 دقايق. تفتكر بقى الكلام ده بيروح لها في الوقت المناسب ولا بعد فوات الاوان؟ هو دايما بيطلع بعد فوات الاوان. خلاص. احنا كده تقريبا كالعاده الحلقه بسرعه. لا بس الحلقه دي حلوه. كل حلقاتنا وانا حلوة. وانا مبسوط مبسوط بالنقاش والمناقشه اللي حصلت بينا. اصلا انتوا ناس جامده اقسم بالله. على الاقل على الاقل انتوا بتحضروا للحلقه بتاعتكم وبتهتموا بيها، بتفضلوا تركزوا، بتفضلوا تطلعوا اسئله، بتفضلوا تطلعوا اللي جوه الضيف. ده مش موجود كتير يعني قصدي هو احنا بس أنا ناس بص أنا احنا ناس حساسين بس بنحب الشعر وبنفهم فيه شويه. في نقطه ثانيه، في نقطه ثانيه عايز اوصلها. انا راجل صريح شويه، في ناس بتشتغل شغلانتها اكل عيش، وفي ناس بتحب اللي بتعمله. مظبوط. انتوا بتحبوا اللي بتعملوه. ده حقيقي. انت اصلا حببتنا في الشعر يعني. والله على فكره الشعر لسه مش واصل لاعلام، وده اللي هنتكلم فيه، هنبدا بيه الحلقه الجايه ان شاء الله، ان احنا حاسين ان الشعر مش واصل اعلاميا، مظلوم اعلاميا، خلينا نقول كده في الفترة اللي احنا فيها دي. صح؟ في فرق بين عبد الرحمن الأبنودي اللي كان بالنسبة لكل البرامج التلفزيونية وبالنسبة للميديا هو رقم واحد بتركيبتهم. بعد ما مات الأبنودي الله يرحمه بقى في فجوة. هنتكلم في الموضوع ده. خلينا، عندك رسالة تقولها يا أحمد قبل ما نختم؟ كل واحد يحب اللي بيعمله بس. ولا كنت مبسوطه معاكم النهارده جدا، وحلقه موفقه ان شاء الله، وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. والشعر مظلوم اعلاميا ولا لا، ده هنعرفه الحلقه الجايه ان شاء الله. معاك حاجه تقولها نختم بيها تاني؟ طيب هم عايزين مبسوطين بيك. مش عارف يا اولاد اقول لكم ايه بسرعه، بس حاجه صغيره خالص، سطرين ثلاثه. طيب مش عارف اقول لكم ايه يا اولاد، والله مش عارف. يا عشمانه فؤاد راجل يكون في الشده كالسندال، ويحميك بدراعينه ويقضي عمره وسنينه، فدا لرموشك العجبه توافقيلي حكون ممنون، وعارف ان ده مش سهل بدعيلك يكون في العون، يا مشمره خدك لقى وفرشه الرمش كالبساتين، يا واحدة عشت أرسمها قبل ما أشوفها وبسنتين، يا كل بنات الدنيا في عينيا يا كفياني، يا معلماني الحب كيف الدرس في الكتاب، أرجوك افتحي لي الباب سيبيني أدخل أقعد على كرسي عرشك يوم، وقولي للي جه قبلي يفز يقوم، ما جه سيدكم وسيد سيدكم. شكراً.